يعني بيلعب بشكل اساسي الاهلي، منتخب مصر مستمر في كل المشاركات. دي كواليس معسكر النادي الاهلي، حاجات ما تشوفهاش الا على شاشه قناه المارد الاحمر، قناه النادي الاهلي، كل ما يجري في معسكر النادي الاهلي. ادي عبد الله السعيد عبد كنا لسه الله بنتكلم عليه، وسبحان الله يظهر في الصوره، يبدو ان هو سمعنا، وان شاء الله يكون له دور مهم جدا وكبير ويسجل اهداف في لقاء اليوم. ان طبعا شاء الله ادي دكتور هاني اخصائي التغذيه في الفريق النادي الاهلي، والنادي الوحيد في مصر، وممكن نقول في، يعني مش عايز اعممها، في افريقيا، ولكن في النادي الوحيد اللي في مصر اللي عنده اخصائي للتغذيه، جهاز فني على اعلى مستوى، على اعلى مستوى من الاحترافيه، وده شيء يحسب صراحه لمجلس الاداره وايضا لرؤساء الجهاز الفني. كابتن حسام البدري مدير فني، بمعنى كلمه مدير فني، احنا هنقول لحضراتكم الجهاز الفني كامل بتاع النادي الاهلي، كابتن حسام البدري مدير فني، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير للكوره، كابتن احمد ايوب مدرب عام، كابتن سيد معوض مدرب مساعد، طارق سليمان كابتن طارق سليمان مدرب لي الحراس، كابتن انيس الشعلالي مدرب احمال، وده واحد من نجوم الموسم الماضي اللي ظاهر معايا في الصوره، ويا ريت يسمعني لان ده واحد من نجوم النادي الاهلي في الموسم الماضي، موسم لا ينتهي 11 شهر، وادي الكابتن احمد ايوب يظهر في الصوره، كابتن محمد ابو العيله اخصائي لياقه بدنيه، دكتور خالد محمود رئيس للجهاز الطبي، وسعيد احمد مدير اداري، ده طاقم الإدارة الفنية للنادي الأهلي. ده أحمد فتحي وأحمد حمودي بيظهرون في الكادر، والكل في النادي الأهلي ونظرات التركيز. أدي أحمد الشيخ إسلام محارب، أحمد الشيخ يعود مرة أخرى إلى بيته النادي الأهلي اللي كان انضم له في الموسم قبل الماضي، وأدي إسلام محارب برضه يعود إلى بيته بعد رحلة احتراف في بعض من الأندية، يعود مرة تانية للنادي الأهلي. خلينا أقول لحضراتكم أيضا الجهاز الفني لنادي الجيش، أحمد سامي مدير فني، محمد صلاح أبو جريشة فاكهة الكرة المصرية مدرب عام، محمد جودة مدرب مساعد، وسيد السويركي مدرب حراس مرمى، وصفي الدين محمود أخصائي أحمال، ومحمد مختار مدير شؤون للاعبين. أقول لحضراتكم قائمة النادي الأهلي، شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، أحمد فتحي، باسم علي، محمد هاني، علي معلول، صابر رحيل، حسين السيد، محمد نجيب، رامي ربيعة، سعد سمير، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، عمرو بركات، ميدو جابر، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، صالح جمعة، عمرو جمال، وجونيور أجاييه، أحمد الشيخ، مروان محسن، عماد متعب، إسلام محارب، أيمن أشرب، هشام محمد، وليد أزارو، دول قائمة النادي الأهلي. تحت السن أكرم توفيق وكريم ندفد وأحمد بيكام وباكا مدامبي، اللي لعيبة اللي طبعا تحت السن. الجداد إسلام محارب، أيمن أشرف، هشام محمد، وليد أزارو، عبد الله الشامي، باكا ملامبي، دول اللعيبه الصفقات الجديده في النادي الاهلي. الراحلون ناس اللي غادرت فريق النادي الاهلي، حسام غالي طبعا في النصر السعودي، عمرو جمال اعاره لبيدفست، احمد حجازي اعاره ويست براميتش البيوم في انجلترا، مصعد عوض سموحه، وناصر ماهر اعاره لسموحه، فوز الحناوي اعاره للاتحاد، جون انطوي المقصه اعاره، ومحمد حمدي زكي انتقل الى سموحه، وكوليبالي الهارب، ده قائمه النادي الاهلي في هذا الموسم. ويعني في لعيبه جديده في النادي الاهلي اضافات في الفتره المقبله. كابتن حسام البدري بيعتمد على نوعيه معينه من الصفقات، دائما يذهب لمن يحتاجه. ده هي السياسة الحقيقة في النادي الأهلي من زمان. يعني خليني بس أعلق على نقطة أخصائي التغذية سريعا. الأهلي كان ليه الأسبقية في كل ما الأكسسوارز اللي حوالين الفريق، دايما الأهلي كمنظومة بيركز على دعم الفريق بكل سبل النجاح. يعني شفنا تجربة الأخصائي النفسي، الأهلي أول من نفذها، حتى محللين الأداء والإحصائيات، الأهلي من أوائل الأندية اللي اعتمدت عليهم. النهاردة الأهلي النادي الوحيد اللي عنده أخصائي تغذية محترف للفريق، وفكرة التغذية كمان مهمة جدا للاعب الكورة وفريق والفرق بشكل عام، سواء في مرحلة ما قبل الموسم أو أثناء الموسم أو مرحلة ما بعد الموسم. طبعا طبعا، وده بي 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 يعني نتائجه احنا بنشوفها، كلنا بنشوف النتائج اللي بتنتج عن ده. تاني مدرب الأحمال أنيس الشعلالي التونسي، الحقيقة اللي كان مظلوم شوية في فترة من الفترات وتعرض لانتقادات، هو كان الموضوع خارج إرادته، لأن فعلا الأهلي، لعبة الأهلي بتخوض مواسم متلاحمة، وأساسيين مع ناديهم مؤسسين مع المنتخب في كل البطولات وفي كل التصفيات وفي كل المواجهات، ففعلا وظيفة مدرب الأحمال في النادي الأهلي في هذا التوقيت وظيفة صعبة جدا. فكون ان هو يخرج بالفريق بالشكل اللي احنا شفناه النهارده، ده مش موسم جديد للنادي الاهلي، الاهلي لسه يعتبر يعني المواسم بالنسبه له متلاحمه، الاهلي ما خدش فتره راحه،
الا بس بعض اللاعبين المجهدين لكابتن حسام البدري ادالهم فتره راحه اثناء البطوله العربيه، لكن الاهلي يعتبر مواصل موسمه من السنه اللي فاتت. اللعيبه بتخلص ماتشات او بطولات مع الاهلي، بتروح تلعب مع المنتخب، بترجع تاني للنادي، بتروح تاني مع المنتخب وهكذا. طبعا يعني النهارده الاهلي بيخوض المواجهه.